قبل الفاصل كنا بنتكلم على مسألة إزاي بقى نواجه خطاب الكراهية، وإزاي الدولة بكل مؤسساتها تتضافر عشان مواجهة خطاب الكراهية، وإن مواجهة خطاب الكراهية ما أصبحش طرف، ده مواجهة خطاب الكراهية ضرورة وواجب على الجميع إن هو يواجهوه، مش بس إن الدولة تدعو الناس إن هم يتحاوروا، لا، إحنا عايزين مكافحة خطاب الكراهية ومواجهة خطاب الكراهية يبقى في الشارع، يبقى في المدرسة، يبقى في كل مكان. أنا متصور إن إحنا لازم الأول خالص نحط شوية معايير عشان نعرف إيه الكراهية. يعني هذا على سبيل المثال مسألة إنشاء مجتمع موازي داخل المجتمع، إن يبقى في مجموعة مغلقة موجودة في المجتمع، هذه المجموعة المغلقة بتمارس حياتها وبتفرض أفكارها وبتفرض مرتقياتها على الـ على الـ على الـ على الوطن. أنا أظن دوت لازم يدرك كمعيار من معايير الكراهية. أنا أظن كمان إن من معايير الكراهية إن كمان السخرية من تاريخ الوطن نوع من أنواع الكراهية، لأنه في الحقيقة ده خطاب بيحاول بقدر الإمكان إن هو يبعد الناس ويكره الناس في جذورهم وفي حياتهم. وأظن إن من قبل ده كله الخطاب اللي بيسود الحياة وبيخلي الناس تحس ان الحياة عبء عليهم، ويا رب نخلص من الحياة دي، ما نسرع بان احنا نولع في الدنيا ونولع في المجتمع عشان نوصل لده. انا اظن كل ده بيدعم خطاب الكراهية ولابد ان احنا نواجهه. في رأي حضرتك ايه كمان محتاجين ان احنا نتعامل من خلاله، وايه المفاهيم الاساسية اللي احنا محتاجين نواجهها عشان نستطيع ان احنا ننبذ خطاب الكراهية؟ مرة تانية بأكد فكرة الوعي، ومرة تانية بأكد عشان ننبذ خطاب الكراهية لازم الناس تبقى عارفة أنه مش معقولة كلنا هنبقى واحد أبدا، لا، لازم زي ما ربنا خلقنا متنوعين، طويل وقصير وغني وفقير، ولازم ده موجود، بس إلى أي حد الفجوات دي موجودة؟ يعني لما أجي أتكلم على فكرة الغنى والفقر والطبقية هنبص نلاقي أن النهاردة الدولة بقت في فترة كان جاب كبير قوي على طبعا. فكرة النهاردة اهتمام الدولة بفكرة الكرامة وكرامة الإنسانية وحياة كريمة، وأنه رعاية أفقر الفقراء، المختلفين كمان باقتدار واختلافين بالزبط. كمان عندنا لابد ان احنا نتكلم عنهم بشكل واضح، والكلام عن كرامة كل مواطن مصري موجود في على ارض هذه البلد الطيبة ده مسألة مهمة جدا لابد ان احنا نأكد عليها. انا بعتقد انه الحاجات العملية هي اقوى دليل لمواجهة خطاب الكراهية، مش الكلام. لما يتم عمل مناطق واحياء جديدة لمجموعات كانت حاسة ان هي مش موجودة على الخريطة اساسا، مناطق باكملها تم ازالتها. دايما اقول ان التهميش احد اهم اسباب واحد اهم مصادر الكراهية. فلما نيجي نتكلم على الاسمرات فاحنا بنتكلم على مكافحة الكراهية. انا لما بروح المنطقة هناك دي انا مش بصدق نفسي، أنا بزورها كتير وبنعمل أنشطة ثقافية وتوعوية وزيارات، وبشوف الشباب وبلتقي بيهم في الشارع وبنقابل الأسر هناك، لما هم تقف تتكلم معاهم ويحكوا لك حياتهم اتغيرت إزاي، أنا بسمع حاجات وبشوف حاجات، لأني أنا بقول لحضرتك أنا اشتغلت في مجالات، اشتغلت مع زبالين، أنا بشتغل في الهيئة الإنجليزية اللي هي 35 سنة 15 سنة من شغلي بشتغل مع الزبالين، وبشتغل في المناطق العشوائية الفقيرة، حكر سكاكيني والعسال، بشتغلت في مناطق كتيرة في مصر وفي الصعيد. لما النهاردة المناطق دي اللي أنا كنت بشتغل فيها وبروح أشوف مناطق زي الأسمرات وبشوف المناطق الجديدة اللي مناطق ده، إيه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ تخيل حضرتك ان احنا دعونا بمناسبه يعني بمناسبه مساله الوعي، انا دعتني وزاره التضامن مع جمله من قاده الراي الديني والعام، وطلبوا مننا ان احنا، قالوا لنا خلاص احنا طورنا المساله السكانيه بالنسبه لده، لكن احنا عندنا مشكله. ايه هي؟ احنا بنتكلم على جوده الانسان في هذه المناطق، فكان موجودين فيهم رياضيين وموجود فيهم إعلاميين ومثقفين وناس متشرعين، عشان نتكلم في وزارة التضامن عن مسألة كيف إن احنا نسعى ونؤكد بناء الإنسان في هذه احنا انتقلنا انتقال بيئي، فكيف الانتقال البيئي ده كمان يعمل انتقال لتنمية ثقافي. الإنسان أيوة. وعقل أيوة. الإنسان ده تكامل الجهود بقى. يعني الدولة لما تروح منطقة أهالينا
اللي اتبنت منطقة جميلة. صحيح. وتتقابل مع الناس، انت بتحس ان الناس الطبيعة اتغيرت كمان، يعني في جزء كبير، مش هقول اتغيرت تماما بس على الاقل في جزء كبير هي كانت عايشه بطريقه والناس بصلها بطريقه، النهارده هو ساكن في شقه وعنده امكانيات زيه زي بعض الناس الكتيره اللي موجود، زي المجتمع العام، مش هنتكلم على فئه معينه اللي ساكنين في حتت معينه، بنتكلم على العامه في مصر. وبالتالي بدا يحس ان هو لا، ده الدوله اهتمت بيا وبانسانيتي وحطتني في مكانه، وبالتالي بقى في مسؤوليه عليه، وده اللي احنا بنعمله في الجانب الثقافي. أنا لما رحت أهلينا آخر مرة وشفت الكنيسة والمسجد والناس وحريصين على النظافة والشوارع، هم نفسهم بقى حريصين على النظافة، فقد جزء منهم وخايفين عليه وبيحافظوا عليه، وبالتالي اكتمال المنظومة على بعضها ده جزء من مواجهة خطاب الكراهية على فكرة. طبعا يعني مش بس أنا بقول إن القانون طبعا، وإحنا دولة قانون وتفعيل القانون وهنشتغل على ده، لأن الدستور المصري نص على عدم التمييز ونص على عدم التفرقة ونص على مواجهة أشكال وقانون التمييز العقوبات كمان، وقانون العقوبات حتى تجريم، وفي عقوبة في المادة 161 من قانون العقوبات للي بيمارس أي شكل من أشكال التمييز أو الكراهية. لكن إحنا النهاردة بندرس مع بعض إزاي نفعل بعض نصوص قانونية عشان تبقى سريعة، وإزاي يبقى في ممكن يبقى في قانون خاص لوحده، ممكن يبقى في أقول لحضرتك يعني ممكن. إحنا أنا بقول ممكن في بلدنا أهم دايما أقول احنا عندنا درسنا من القوانين، بس عايزين نفعل. الاهم بقى فين نفعل والسرعة، فين ظهير الوعي اللي بيخلي القوانين دي تتحول الى معنى من معاني النظام. عشان كده انا قلتها في الاخر ما قلتش في الاول. صحيح. انا دايما اكد على ابني، فهم، علم. صحيح. الانفراستراكشر هي البنية الفكرية نفسها، المؤسسة التعليمية والدينية والاعلامية، كل دي بتشترك معاك في الوعي. طيب عملنا كل المجهود بتاعنا، حط كمان نظام قانوني يجرم من اللي يطلع بره الخط ده، وخاصة اللي يطلع بره الخط ده، ده هيأمن لك أجيال. طيب. جديدة ما يبقاش، ونبقى سدينا منابع الكراهية.